تعرف ايه عن الوحدة؟ لسه السؤال ده دكتور نبيل قلت لي ايش الفرق ما بين الوحدة والشعور بالوحدة؟ حقيقي احنا فكرنا كتير الموضوع ده موضوع مختلف وموضوع صعب ان احنا نحدد له معالم، ولكن في حاجتين احنا مش هنقدر ان احنا نختلف عنهم. في ناس رغم كل الناس اللي حواليها الا ان هي حاسه ان هي وحيده، وفي ناس رغم ان مفيش حد بيسال عليها وتقريبا عايشه لوحدها وبتاكل لوحدها وبتروح لوحدها الا ان هي حاسه ان هي مبسوطه وسعيده. ازاي الاختلاف في الاحاسيس دي بتيجي من الشخص نفسه ولا من المحيطين ولا من ايه؟ ايه اللي يخلي بني ادم ممكن ما يكونش عنده اي حد في حياته وممكن يطلق عليه انسان وحيد؟ الشكل بيقول عليه ان هو وحيد، لكن الاحساس بيقول لا انا مش وحيد، انا مبسوط وفرحان وعندي ناس وبروح وباجي. والشكل التاني اللي احنا عايزين نتكلم برضو عليه هو شكل شخص حياته مليانه، عنده اسره كبيره، بيطلع من اوضه لاوضه يلاقي حد بيكلمه، لكن اول ما بيخش الاوضه بتاعته ويحط راسه على المخده يحس ان هو وحيد، ان هو مش مبسوط، ان هو حزين. يا ترى الاختلاف في الاحاسيس دي جايه منين؟ اعتقد احنا محتاجين نفرقها، بلس ان احنا عاملين لكم حاجه النهارده اضافيه ان احنا فاتحين التليفونات بتاعتنا لمشاركتكم في الحوار، مش انكم تقولوا لنا اسئله، احنا عايزين تشاركونا في الحوار، مش انكم تسالوا دكتور نبيل اسئله انا بحس بكذا وبحس بكذا. لا، لو حد عنده او جرب الاحاسيس اللي احنا بنتكلم فيها اهلا وسهلا بيه ومنورنا في برنامجنا. سعيد طبعا يكون معنا الدكتور نبيل القط، اهلا وسهلا بحضرتك، والصديقه الجديده سما مدحت وهي كاتبه، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. ايه فرصه سعيده وانا اسعد والله. شوفي تيجي نبتديها مع سما. في تيجي نبتديها مع سما. يلا سما. يلا انت كانسانه هركنها شويه، لكن انت عندك كتاب انت قدمته لي. يس. كتاب فين؟ حاله خاصه جدا. الكتاب بتاعك انت قلتي ان في الكتاب ده هو قصص حالة خاصة جدا. في كتابك ده انت عندك قصة من القصص ان اللي فيها بنت بتعاني من الوحدة. اولا هل هي قصة خيالية؟ هل حقيقية؟ هي قصة حقيقية واقعية جدا. شفتيها فين البنت في حياتنا في الجامعات لا انا بكلمك سما كسما. شفتي البنت دي فين؟ في اصحابي. في اصحابي. اصحابي. ايه اللي لفت نظرك عشان تكتبي عنها قصة؟ لان الموضوع ده اتكرر كذا مرة قدامي بالذات في السن اللي احنا سننا. انا عندي 23 سنه اوكي، ففي السن ده احنا لسه معديين سن المراهقه في الشباب، مرحله الشباب، فكل يوم بشوف حدوته من الحوادث دي وكل مره بشكل مختلف. في ناس بتقدر تتغلب على المخاوف دي او عن شعورها ده فتحاول تجدده او تحاول تخرج منه بحاجات مفيده، وفي ناس ثانيه الغلط بيستقطبها. لا انا 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 اوكي ده كلام حلو، لكن عايز اعرف انت بتعرفي ان الشخص اللي قدامك ده وحيد ولا مش وحيد ازاي؟ من تعاملاته. لو ممكن يكون قاعد مع نفسه طول الوقت، ممكن يبقى قاعد مع نفسه بس سعيد. لا بيبان عليه الحزن. ازاي؟ مش بيحب يقرب من حد، مش بيحب يتعامل معانا، مش بيحب يتكلم كتير، يخاف حد يقرب منه. لا بتحسيه كده بيقفل على نفسه قوي في صومعه لوحده، ما بيحبش يتكلم. بطله الروايه من رواياتك او قصه من قصصك انت قلتي ان هي كانت قريبه منك جدا، ممكن تحكي لي قصتها؟ طبعا. هي بنوته سنها صغنن. هي كانت مش قريبة قوي قوي، بس هي صاحبة واحدة صاحبتي كانت في سننا برضو وحبت واحد جدا جدا جدا، وللأسف هي مش قريبة لا من أهلها ولا عندها أصحاب، فهي قررت تنجذب للكلام الحلو. هي جت بالكلام الحلو فوقعت في غلطات كبيرة جدا، لأن لا كان حواليها أصحاب بنات ولا أولاد. فكان كان مريحة أنها تعمل أصحاب؟ هي حاسة أنها لوحدها، حاسة أن هي الناس مش متقبلاها، ممكن تكون حاسه ان عندها عيب معين خلاها مش قادره، حاسه ان الناس مش هتتقبلها، مش هتتقبل شخصيتها، مش هيحبوا يقربوا منها، عندها عيب، مع انها ما عندهاش اي حاجه، البنوته جميله جدا، ما فيهاش اي حاجه غلط. بس هي ده شعورها الداخلي، في الباطن عندها ممكن تكون مشكله قديمه عندها خليتها تحس بكده، ده عرضها لمشاكل كتير كبيره.